فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، تفخر المرأة المصرية أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات، من كسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج وإقرار تشريعات. فكل عام وكل امرأة وفتاة مصرية عظيمة بخير تحلم دون حواجز، تثق كل الثقة بأنها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية، تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها. سيادة الرئيس، من جبر جبر، كل الشكر والتقدير إلى المدافع الأول عن المرأة المصرية. الحضور الكريم، نحن قوم نؤمن بأنه حتى وإن بدت السماء بعيدة فإن الذي فوق السماء قريب. نحن قوم نؤمن بأن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وعند الله لا تموت الأمنيات. وفي دفاعنا عن مصر فليعلم القاسي والداني إننا قوم لا نميل ولا نمل ولا نلين ولم نلين، ويشهد التاريخ ويقيننا إن الله لن يخذلنا أبدا. السيدات والسادة، حققت مصر تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، حيث رصدنا تقدما وثباتا في 33 مؤشرا وتحديا في 3 مؤشرات. وخلال عام 2022 وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن 12 مليون في المحافظات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى 104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية. وخلال 7 أعوام نجحنا في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد عن 5 ملايين باب. الحضور الكريم، تجتاح العالم الآن أزمة اقتصادية تلقي بتداعياتها على الجميع، فجاء التركيز على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفني للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية. وإعمالاً لمنهج الحق في التنمية، نعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على معارض ومشاغل ووحدات إنتاجية ومجموعات إدخار وإقراض رقمية وتوفير أصول عينية وحاضنات أعمال، كما نعمل على تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والمشروعات البيئية الخضراء. وفيما يتعلق بالتوعية، يواصل المجلس جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكي لغرس القيم الانتماء للوطن في النشأ والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري. ولأول مرة في مصر نتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث نعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية. السيدات والسادة، في إطار الآليات الوطنية والتشريعات والتشريعية والتنفيذية ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، انخفضت نسبة ختان الإناث إلى من 21% إلى 14% للفئة العمرية من 0 إلى 19. وللمرة الأولى في مصر أطلقنا البرنامج التدريبي المجاني المعتمد للصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي الأولي للسيدات. وفي إطار القوانين والتشريعات، نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة، وتغليظ عقوبات الإيذاء البدني في إطار الأسرة. وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم الأسرة، يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلة للطفل. أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفة إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية. الحضور الكريم، دولياً فازت مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، ونجحت في تخصيص محوراً رئيسي للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة. وتم إطلاق أيضاً أول مبادرة رئاسية تنفيذية في قمم المناخ
للمرأة الإفريقية في إطار مؤتمر الدول الأطراف لقمة المناخ COP27 وبالشراكة مع الأمم المتحدة. السيدات والسادة، ولأن فتياتنا هن المستقبل، أطلقنا الإطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر برعاية حرم السيد رئيس الجمهورية من قلب الأمم المتحدة وسط شكر وإشادات أممية كبيرة. ونجحت مبادرة دوية نورة لرفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية في الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهد عبر الوسائط الإلكترونية و95 ألف مستفيد ومستفيدة في المحافظات. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومته على الشراكات القوية والتنسيق والتعاون المثمر في ملف تمكين المرأة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. ولا يفوتني شكر زميلاتي وزملائي عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة واللجان الفنية والأمانة العامة ومقررات وعضوات الفروع. والمتطوعات والمتطوعين ومنتدى الراحل الدكتور نبيل صمويل للمنظمات الأهلية والواعظات والراهبات والمكرسات والمدربات والمدربين والميسرات الماليات. خالص الشكر والتقدير لكم جميعا. سيادة الرئيس، إن تمكين المرأة والفتاة المصرية هو اختيار وقرار ومصير وهو حق، وهذا عهدنا بكم، عهد تحقيق لأحلام حدودها السماء. كل الشكر والتقدير سيادة الرئيس، وكل عام وأنتم بخير.